نرحب بحضراتكم مرة تانية معنا في صباح النور، ونبتدي معاكم أخبار. بيبقى نفسنا طبعا الأخبار كلها تبقى حلوة وتبقى إيجابية وتدي طاقة، لكن للأسف إحنا شايفين يعني كوارث الطبيعية واللي بينجم عنها كوارث فعلا، وضحايا ومفقودين وقتلى وحاجات صعبة جدا. شفنا زلزال المغرب واللي حصل فيه والخسائر الكبيرة الفادحة اللي حصلت في المغرب، لكن كمان يمكن امبارح كنا بنتابع معاكم موضوع الإعصار أو العاصفة دانيال اللي جت من اليونان وعملت دمار كبير جدا جدا في اليونان وصولا لليبيا، واللي حال ليبيا دلوقتي بعد وصول الإعصار ليها صعب جدا جدا، وتوصف الحال هناك بالمدن، بعض المدن في ليبيا انها مدن منكوبة وان وضع كارثي، ولغاية دلوقتي ما فيش حصر حتى بأعداد، مش قادرين اعداد المفقودين ولا اعداد الضحايا ولا القتلى، لغاية دلوقتي مش قادرين يعملوا حصر. وعايز اقول لحضراتكم طبعا ان في بعض المدن ويمكن الاكثر دارنا في ليبيا اللي يعني ابسط وصف ليها هي المدينه المنكوبه، ما فيش بقى انقطاع الكهرباء والاتصالات والمستشفيات واقفه حتى انهم يعالجوا الناس، مش قادرين انهم يعالجوهم ولا يسعفوهم، وفي بعض الحالات على قد ما يقدروا نقلوهم لفنادق اللي قادرين انهم يتعاملوا مع الموقف ويجيبوا لهم ناس ممكن انهم تعالجهم. فانا يعني من امبارح واحنا عمالين بنشوف حتى مش بس الاخبار لكن الفيديوهات، لو حضراتكم شفتوها قد ايه الوضع صعب وكارثي في ليبيا. فطبعا احنا عارفين مصر قد ايه بتبقى من اوائل الدول او اول دوله تلاقوها في اي مصاب بيحل باي دوله، بتكون دايما واقفه وسند وبتعلن وقوفها والحداد. فمصر اعلنت الحداد 3 ايام تضامنا مع الكارثه الانسانيه الناجمه عن الزلزال في المغرب والاعصار في ليبيا. ده الوضع في ليبيا، ومهما تقال كلام عمره ما يقدر يوصف الوضع الكارثي اللي حصل. حضراتكم شايفين الفيديو على الشاشة عامل ازاي، ده الوضع باختصار في ليبيا. ربنا يسلم يا رب من الكوارث. واحنا هنا في مصر حتى عمالين بنتابع الوضع في مطروح عامل ازاي، في اسكندرية وصل لإيه، والأجواء باينة القاهرة النهاردة من الصبح كده. أنا بس عايز أقول على حاجة برضو، هيبة طبعا خلص التعازي لكل أهل الضحايا سواء في ليبيا أو في المغرب، لكن عايز أتكلم عن ليبيا بالتحديد والعدد الضحايا فيها نتيجة العاصفة وصل للألاف. بعض الصحف وبعض الوكالات أنا شايفهم كاتبين من دقايق إن هم تخطوا 2000 قتيل، 2000 قتيل، عدد كبير جدا من القتلى نتيجة الإهمال ونتيجة إن مفيش استقرار في ليبيا. انتم متخيلين ان ليبيا دي اللي احنا لازقه فينا كده، ودول الجوار وحبايبنا كلهم هناك، وتربطنا بليبيا علاقات نسب، وتربطنا بليبيا علاقات حلوه جدا جدا جدا. بليبيا دوله غنيه، دوله غنيه متعها الله بمساحه كبيره جدا وببترول يعني دوله غنيه بكل ما تحمله الكلمه من معنى، لكن الشعب متبهدل، متبهدل لأني ما تعرفش مين بيحكم ليبيا، ما تعرفش مين مسيطر، ميليشيات داخلة، اللي حصل قبل كده، اللي ما عرفش إيه، حاجات كده كتيرة جدا جدا. فحتى عدم الاستقرار السياسي وعدم استقرار دولة وعدم وجود حكومة تتكلم معاها وعدم وجود دولة بما بالمتعارف عليه يزود عدد الضحايا، وكارثة إنسانية زي دي للأسف تاكل في وشها الألاف. ربنا يعزي أسر الضحايا ويشفي يا رب كل المصابين سواء في المغرب أو في ليبيا الشقيقة يا رب. برضو بس سريعا كده في الوضع في المغرب عشان الناس اللي بتتابع أو المصريين اللي موجودين، الجالية المصرية في المغرب، الخارجية المصرية بتتابع بكل لحظة معاهم أحوالهم، لو في أي حاجة حابين يتواصلوا مع السفارة بتاعتنا، الخارجية بتتواصل معاهم بشكل مستمر، بتطمن على أحوالهم وجاهزة للتدخل لأي استغاثة ممكن تحصل من المصريين أو الجالية اللي موجودة في ليبيا. لكن لغاية دلوقتي الحمد لله مفيش أي بلاغات عن مفقودين أو عن ضحايا جراء الزلزال اللي حصل في المغرب. برضو بخصوص الزلزال تعزينا لكل الضحايا، وربنا يا رب يشفي كل المصابين الموجودين في المستشفيات، وكل الخير والسلام للمغرب الشقيق. أما عن الأرصاد الجوية والعاصفة دانيال زي ما ده اسمها العالمي،
وشهدت كمان مصر بالأمس عاصفة ترابية ولازالت مستمرة، ومن القاهرة لعدد كبير جدا من المحافظات. خلي بالكم اللي ما عندوش مشاوير مهمة ما ينزلش، اللي خلص شغله وكان عنده مشوار عايز يخلصه مش لازم النهاردة ولا بكرة، استنى لما العاصفة دي تعدي. من المتوقع خلال النهاردة وبكرة نشوف سيول وأمطار رعدية شديدة ونشوف رياح شديدة جدا. طبعا يمكن الأمطار تهد شوية من اللي بيحصل ده، لكن بنتمنى السلامة للجميع اللي ماشيين على الطرق السريعة. أرجوك خلي بالك أنت بتبقى ماشي وقصادك مقاومة كبيرة جدا على الطريق من الهواء، خلي بالك الموضوع مش هزار والموضوع مش بيعدي بسهولة. خلي بالك الناس اللي عندها الجيوب الأنفية، اللي عندها أمراض في الصدر، خد الأدوية حتى لو أنت مش تعبان، يعني خد عندك جيوب أنفية بتتعبك، خد الدواء حتى لو أنت لسه مش تعبان. أصحاب الأمراض الصدرية خد الدواء كمان. تعالوا نشوف مع بعض درجات الحرارة. خبر تاني، موضوع بقى حلاوة المولد، نروح للجزء ده اللي الناس بتستنى المولد النبوي عشان نروح يشتروا حلاوة المولد. الاحتفال يوم 26/9، لكن شايفين من دلوقتي الشوارع والمحلات والأرصفة ويعني بأشكال كتير جدا حلاوة المولد بقت موجودة في السوق. فحماية المستهلك وده حفاظا على صحة حضراتكم بتحذر كده وبتدينا شوية تنبيهات ان يعني ما نشتريش من اي مكان وخلاص، بلاش حلاوة المولد اللي هي بتبقى مثلا على الرصيف مكشوفة، ممكن طولها حشرات، معرضة للشمس في درجة حرارة، يبقى الناس فرشة بره المحلات بره والشمس ضربة في الحلويات طول اليوم. كل الحاجات دي بتفسد حلاوة المولد بأي شكل من أشكالها، طبعا بتسبب أضرار صحية كبيرة. فحفاظا الحاجة اللي لازم تكون موجودة في التلاجة أشتريها وتكون طالعة من التلاجة، أشتريها تبقى مغلفة، أشتريها تبقى موجودة في الضلة جوه المحل مش في الشمس. ولو في اي بلاغات تقدروا تتواصلوا مع حماية المستهلك عن طريق الخط الساخن 19-588 19-588. كمان من اخبارنا النهاردة، رئاسة الوزراء بيوم في اصدار المجلس قرار بفرض رسوم $1000 على السائحين القادمين لمصر، وبيقول ان دي شائعة مغرضة لا علاقة، وأوضح القرار الخاص بتحصيل رسوم $1000 لا علاقة له بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة، وإنما يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر إقامة غير شرعية. $1000 دي ملهاش علاقة بالسياحة القادمة من مصر، لكن ليها علاقة يعني الجنسيات الأخرى اللي موجودة في مصر بدون إقامة شرعية. فبيقولوا تدفع $1000 أو ما يعادلها عشان تعمل الإقامة بتاعتك، وده أمر منطقي جدا، لكن السياح هنفرض عليهم $1000 مش هيجوا. أنت عندك السائح بيجي $1000، يعني بالمناسبة اللي ما يعرفش، يعني اللي ما يعرفش أولا أن أنت تقريبا السائح اللي بيجي لك من برا مصر $1000 دي بيقعد بيها مثلا يعني 10 أيام ولا حاجة كده، أو يعني أسبوع في الغردقة ولا في شرم بطيرته بأكله بشربه بمشاريبه بنزوله البحر بالفطار بالغداء بالعشاء بالسناكس بكل حاجة أنت ممكن تكون متخيلة. فإحنا مناخدش من حد من السايح $1000 يعني، وبعدين السايح اللي هتاخد منه $1000 هيجي لك ليه يعني؟ عجب عندك يا مش هيجي لك يعني، أنت عندك أسواق منافسة كتيرة جدا. فطبعا الناس اللي هي خدت الكلام، في ناس أصله بتاخد أول سطر وتروح إيه رمياه على السوشيال ميديا، ده حصل كده، بل بالأكتر إن في ناس بتجيب خبر بقاله 6 سنين وتروح حطاه على أساس إن الخبر ده كان إمبارح، والأكتر منهم الناس اللي بتتفاعل معاهم، ياه معقول، طب إزاي، طب معرفش إيه بتاع إيه. فأنت تحس إن في عقول على الفيسبوك بالذات يعني مش معانا يعني، مسافرة شوية.
فطبعا الألف دولار دي هي للمقيمين الأجانب المقيمين في مصر بطريق غير شرعي وعايزين يعملوا إقامة في مصر، فالرسوم بتاعتها ألف دولار، وده أمر يعني منطقي جدا. طبعا الخبر ده من وزارة التضامن. ذوي الإعاقة في وقت الانتخابات ممكن جدا الواحد يفكر ويقول ان ظروفه الصحية او الإعاقة اللي عنده ممكن تمنعه من انه يروح للتصويت، ويبقى شايف ان ده حق ليا وانا المفروض ان انا يتوفر لي طريقة معينة اقدر اشارك او اساهم بيها في الانتخابات واقول رأيي وادلي بصوتي. فوزارة التضامن بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي للإعاقة في بروتوكول تعاون، أو هيبقى في فرص أو طرق توفر على ذوي الإعاقة أو تساعدهم على الإدلاء بصوتهم. الطريقة هتبقى إزاي؟ إيه الحاجات اللي هتحصل أو المقاومات اللي هتقوم بيها الوزارة؟ ده لسه هنعرفه في الأيام اللي جاية. لكن هي قالت الوزارة أعلنت عن إن الأعداد اللي حق ليها التصويت في الانتخابات من ذوي الإعاقة 2.5 مليون شخص. فيعني إن شاء الله يكون في طرق تسهل عليهم، لأنه ده حقهم وده أبسط حقوقهم، هم مواطنين زيهم زي أي حد وليهم كل الحقوق وكل الصلاحيات اللي لأي مواطن عادي على أرض مصر. التعليم بتحدد مواصفات الزي المدرسي لطلاب المدارس استعدادا للدراسة. بتقول مرحلة التعليم الأساسي الابتدائي بنون وبنات بيشمل الزي المدرسي مريالة وبنطلون لجميع الطلاب باللون الذي تحدده مديرية التربية والتعليم المختص. يا من زمان ما سمعتش كلمة مريالة. فاكرة المريالة دي؟ بس هو ايه الجديد؟ يعني ما اعرفش عشان مريالة بطلت فيرجعوها ولا يمكن إيه؟ استبدال المريالة واحلال قميص وجونيلا محلها بطول مناسب بالنسبة للبنات كده او سكيرت، هنكتب لهم سكيرت بس او أوكي. جيبة وبلوزة بدل المريالة. انا ما اعرفش، هو مفيش حد بيلبس مريالة دلوقتي؟ مفيش مريالة، ده مريالة دي زمان كانت على ايامنا، كانوا بيضحكوا علينا، كانوا يقولوا تعالي نشتري لك المريالة. الخبر مش مفهوم يعني، انا مش عارفه هو في ايه بس تمام. بيقول لك ان حددت كمان مجموعه من المحظورات في اطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد اللي هينطلق يوم 30 سبتمبر الجاري بالمدارس الرسميه والخاصه والحكوميه. حظر استخدام والترويج لأي مقررات دراسية أو كتب أو مناهج يخالف الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، منع مندوب المبيعات والدعاية وغيرهم من دخول المدارس، حظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب، وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي. أنا مع دي بقى، اللي هي الضرب في المدارس والمادة على الرجلين والعصاية اللي معرفش شكلها عامل إزاي، أرجوكم إلغوها. لو ابني هيطلع زويل من وراء القصة دي، مش عايزه يطلع زويل، عايزه يطلع حد عادي، عايزه يطلع مواطن عادي، بس مش مواطن مقهور ويطلع مضروب وطالع عينه ويتضرب ويتمد. والأكتر من كده الآباء والأمهات الشاطرين اللي يروحوا للمدرس أنا عايزك تموته بس يتعلم. لا يا حبيبي، انت مش بتخلف عشان حد يروح يربي لك، انت عايز تربي ابنك ربيه، عايز تعلمه علمه، لكن ما تخليش حد يستهين ويضرب ابنك بخرطوم او بعصاية. فلو وزارة التربية والتعليم عملت القصة دي انا احييهم جدا جدا جدا، رغم ان انا معترض على حاجات كتير، بس لو منعت بالفعل في المدارس الحكومية وان كل مدرس دخل بعصاية او بخرطوم، المدرس ده ما يبقاش موجود في المدرسة. انت مش شغال عشماوي، انت شغال مدرس تربوي. تقول لي طب ما انا ما بقدرش على العيال، ده ضعف في شخصيتك، ده قصة تاني، ده محتاجة كده قاعدة مع دكتور نفساني محترم ونشوف لك القصة دي. لكن تضرب العيال بالعصاية أو بالخرطوم عشان يتعلم وبعدين يجي الأب ويقول لك احنا اتعلمنا كده، ده أنا أبويا كان يروح يقول للمدرس معلش أبوك كان غلطان، فما تبقاش أنت كمان غلطان. يعني المدرس بالنظرة، يعني هو لو هو شخصية يبقى مجرد ان هو يبص للولاد. موضوع بس الكتب الخارجية ومندوبين المبيعات اللي بيدخلوا المدارس والخبر اللي بيقول يعني هيتم معاقبة او محاسبة، ده انا افتكر معرفش صحة فكرة ده في زمان كانوا بيجوا الناس يسوقوا لكتب سلاح التلميذ والحاجات اللي زي دي. اكتر مدرس نفسه كان يقول لي هات مش عارف كتاب ايه، ويحدد الكتاب بعينه، لو ما جاء لو الطالب جاب ملخص او حاجة يحل فيها غير النوع ده تبقى مشكلة، ممكن يسقط فيها في الامتحان. فياريت بس متابعة للأمر ده. طبعا احنا عمالين نتكلم على
الجو اللي مش حلو اليومين دول والإعصار دانيال والكوارث اللي تسبب فيها، وإحنا بنقول ربنا يسلم بلدنا كده، لكن عايزين نشوف الأجواء دي، أو لو في أتربة، لو في رياح. إدارة المرور أكيد ليها برضو استعدادات للأجواء دي، وحالة المرور عاملة إزاي. زميلنا العزيز أستاذ محمد صابر محرر شؤون المرور للإذاعة المصرية، صباح الفل يا أستاذ محمد. صباح الفل. صباح الفل على حضرتك. ولو تقول لنا، احنا طبعا في نص الاسبوع دلوقتي، بشكل عام الحاله المروريه وتحديدا بعد تنويهات هيئه الارصاد عن الجو اليومين دول، ايه الاستعدادات اللي بتقوم بيها المرور؟ يمكن هو بالفعل طبعا زي ما احنا عارفين ان في طبعا سوء احوال جويه، وعدد من المحافظات بدات تشهدها منذ امس وتقلبات في الاحوال الجويه. الاداره العامه للمرور وجهت عدد من الارشادات زي ما حضرتكم تفضلتوا مشكورين ونوهتوا. هذه الارشادات اولا هي السير بسرعه تتناسب مع الظروف الجويه، مع تغيير المساحات بصوره مستمره لضمان وضوح الرؤيه، مع مضاعفه مسافه الامان بين سيارتك والسياره التي امامك، تجنب استخدام جهاز الفرامل بشكل مفاجئ، عدم استخدام التليفون المحمول اثناء القياده، وتجنب تخطيط السيارات اثناء السير بالطريق، منع السير عكس الاتجاه، استعمال الاضواء او انوار السياره بصوره تتناسب مع وضوح الرؤيه، مع التاكيد على صلاحيه الاطارات وضغط هواء قبل بدء الرحله. الاداره العامه للمرور وجهت ايضا بتفعيل خط الاغاثه اللي هو رقم 012-2-3-4-0 012-2-3-4-0. لو عندنا اي اعطال او لا قدر الله حوادث جسيمه على كافه الطرق، وهذا خاص بالطرق السريعه والطرق الصحراويه والطرق بين المحافظات، بيرجى الاتصال بهذا الخط، وبيتم ارسال سياره تابعه لقسم الانتشار. اي اسباب تؤثر معانا على سير الحركه المروريه. الاداره العامه للمرور القاهره والجيزه وجهت خط الاغاثه رقم 130 ده للاستفسار عن الحركه المروريه قبل بدء الرحله، ولو قابلتنا ايضا اي اعطال داخل محافظه الجيزه والقاهره بيرجى الاتصال على رقم 136. بالنسبه للحركه المروريه بصفه عامه داخل محافظات الوجه البحري والمحافظات الساحليه والطرق المؤديه اليه ومحافظات الوجه الابلي، ما زالت حتى الان بتعمل بشكل طبيعي. قطاعات الطرق الدائريه النهارده الحركه المروريه فيها بتعمل بشكل جيد، محور 26 الي وبعض الاحجام عند منطقه نهي اللي نزل على ميدان لبنان، واعلى الطريق السياحي بعض الاحجام، عشان كده نروح نستخدم محور رود الفرج وكوبري تحيا مصر في